انت تشرب منه عادي والله اكيد تشرب منه والله دائما اذا رحت كابرون ورحت كذا اللي ينزل من الجبال هذه والله قاعد اشوف الماء الناس هم تحافظ على نظافه مو نفس في مصر النيل لا يخش منه احنا فضال يا هلا يا مرحبا ايش رايك بهالماء الطيب هذا ها طالع شوية يجري على الصخر الله ما شاء الله لا اله الا الله والله عجيب صراحه الجو صراحه تجيب النهار صورك الجو يقول خيال 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 فعلا اقول لك على البحيره اجواء ساحره صراحه والله اجواء ساحره مني بضاري يسار خلنا ناخذ يسار على هذه ها شنو عجيب صراحه هي والله شوف اي اهم شيء لا يكون سام حركه بالعصر وهذا الثاني بعدها شوف جايات من هناك بسم الله روح يا حبيبي تحرك يا ابني وانت حرك يا صديقي شوفه عجيب صراحه خلنا نشوف هذه اللوحة زنقول عجيب عجيب صحيح حاطني على اللانتس بس لازم في متابعة بالانتظام ترى مو دايمكرون لانتس وش اسمه هذا نوفرابيك ايه اوكي ضبط معاي بس قام تصير معاي هبوطات ليش تضمني ايه عجيب أجواء ساحرة صراحة حامد طالع فيني لان التصوير على جنب مفروض ضاحك مسجد أزنقول جو عجيب 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 صراحة عجيب ما شلون تدفق على البحيرة عشرة سبعة 2021 السلام وختام.